اعلموا يا معاشر الاخوان، وجهنا الله واياكم في الدين، والهمنا رشدنا، وعاذنا من شرور انفسنا. ان الصلاه عمود الدين، فمن اقامها فقد اقام الدين، ومن اضاعها فقد هدم الدين. وان من اعظم المصائب واقبح البلايا والمعايب التهاون بالصلاه وتضييع الجمعه والجماعه التي رفع الله بها الدرجات وكفر بها السيئات وتعبد بها اهل الارض والسماوات. ومن يدرك الصلاه وتلهيه عن هذه الدنيا الا من سبقت شبوته وعظمت عقوبته وخسرت سوقته وطالت حسرته وندامته. قطع الصلاه موجود، وعلى غير الاسلام يموت. الجحيم مأمون، والهاويه مقلبه ومثواه، وهو ملعون عند الله مطرود من ارضه وسمائه. عن علي بن ابي طالب كرم الله وجهه قال: ما من عبد يدخل في الصلاه ولم ياتها الا كتب الله على وجهه هذا خارج رحمه الله. اذا ترك العبد فرضا واحدا كتب اسمه على باب النار. في حديث طويل لما نزل لي جبريل عن النبي فقال: يا محمد، لا يتقبل الله من تارك الصلاه صومه ولا صدقته ولا حجه ولا عمله ولا زكاته. قطع الصلاة ملعون في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. قطع الصلاة تنزل على كل يوم وليلة 1000 لعنة و1000 سخط. قطع الصلاة لا يعاد فيه مرضه ولا يدفع في جنازته ولا يسلم عليه ولا يؤكله ولا يشربه ولا يجالسه ولا يصاحبه ولا يدين له ولا حظ له في رحمة الله، وهو مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار. الصلاة إذا رفعت الأمة إلى فيه غزل لعنك الله يا عدو الله تأخذ الجلة ولم تأدي فرائضه. الصلاة إذا خرج من بيتي قال البيت لا أعدك الله في سفرك ولا خلفك في أثرك ولا ردك إلى أهلك سامة. الصلاة يموت يهوديا ويبعث نصرانيا. قال الإمام الشعراني وخدع علي بن العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين تارك الصلاة من الفلاحين والعوامين وسائر الجهال ما جاء في فضل صلاة الخمس وفضل من يواظب عليها، ونخص ذلك